المدرب الأسباني الكبير بيب جوارديولا يصدم المغاربة ويخطف النجم الأول في المنتخب المغربي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي بهذا المبلغ الخيالي. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد خلال الفترة القادمة. كما تعلمون جميعا يا سادة يا كرام، أن نادي مانشستر سيتي يرغب وبقوة في التعاقد مع النجم المغربي وأفضل باك يمين في العالم حاليا أشرف حكيمي، حسب ما أعلنته الصحف الموثقة في إنجلترا وكذلك في فرنسا. ولكن الجديد الذي أعلنته صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر سيتي اتفق مع حكيمي بالفعل على كل البنود الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن انتقال حكيمي. ولكن صحيفة ليكيب أكدت بأن نادي مانشستر سيتي تقدم بعرضه الرسمي الأول بقيمة 100 مليون يورو إلى إدارة باريس سان جيرمان من أجل إقناعهم بالتخلي عن الدول المغربي أشرف حكيمي. بيب جوارديولا معجب جدا بأشرف حكيمي ويراه القطعة الذهبية الناقصة في تشكيلة مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم القادم. كل التوفيق لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي تحت قيادة بيب جوارديولا، يا الله أستر يا ستار، سترون نسخة جبارة لم تروها من قبل من أشرف حكيمي.